بحر أمزيان باللغة الأمازيغية، أو جزيرة البحر الصغير، أو مارتشيكا باللغة الإسبانية، ثاني أكبر البحيرات في جنوب بحر الأبيض المتوسط وأهم المواقع الرطبة المحمية. تمتد البحيرة على مساحة إجمالية تقدر ب 11500 هكتار، لها خصوصية استثنائية وبيئية ومؤهلات طبيعية جعلت منها موقعا هاما في الشمال الشرقي المغربي. هي ثاني أكبر بحيرة اللي كاينة في المنطقة، وهي موقع اللي يتم التصنيف ديالها كموقع ذو أهمية إيكولوجية وبيولوجية، وموقع رمسر المواقع اللي المواقع الرطبة المحمية بالعالم. المساحة الكلية ديالها 11500 هكتار، طول ديال 24 كيلومتر وعرض ديال 7 كيلومترات. لتطوير البحيرة أنشئت مشاريع هامة يتم إنجازها عبر عدة مراحل خلال فترة ممتدة ما بين الأعوام 2009 و 2025 كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على خصوصيتها الطبيعية والبيئية، حيث تنفذ المشاريع على مساحة 30% والحفاظ على 70% من المساحة الخضراء. خد بعين الاعتبار الخصائص ديال كل موقع، هاد 7 المدن اللي كنخططوا لهم اللي كيمثلوا المشروع، كل مدينه خدينا الموقع ديالها، خدينا الخصائص ديالو، منها انطلقنا باش ندير واحد المنتوج سياحي اللي كيعتمد على الموجود، باش بهذه الطريقه غنكونوا عطينا واحد القيمه للخصائص اللي كاينين، طورناها وخلقنا واحد الحركيه اقتصاديه للناس اللي كاينين في ذاك الموقع. مقومات بحيرة مارتشيكا السياحية جذبت إليها فئة هامة من الزوار ومحبي الرياضات البحرية ورياضة الغولف. على أطراف مياه البحر الأبيض المتوسط وبين الجبال تزهو بحيرة مارتشيكا بجمالها وخضرتها، كيف لا وقد أغرت الرومان وأنشأوا ميناء للسفن الحربية، كما اتخذها المستعمر الإسباني كميناء عسكري لصد هجمات المقاومين المغاربة. أما اليوم فقد أصبحت قبلة رئيسة لصناعة السياحة في المغرب. إكرام الأزرق، قناة الغد، من بحيرة مارتشيكا من مدينة الناظور.